هناك شخص لديه 3 قطع من الأراضي، قطعة منحت له وقطعة أخرى اشتراها، ولكن سوف يتم بيعها ولا يدري كم مقدار ثمن بيعها، والثالثة قد عمل على بنائها، فهل يجب عليه دفع الزكاة عن هذه القطع الثلاث؟ أما القطع التي ينويها للتملك والعقار هذه لا زكاة فيها، التي سيبني عليها. التي سيبني عليها، والأرض التي أبقاها بنية البناء ونية العقار. أما نعم. الأرض التي نوى بيعها هذه إذا باعها بالفعل وحال الحول على قيمتها وهي عنده فإنه يزكيها. إنما لا تجب زكاته حتى يخفض ثمنها. إذا باعها تم العقد نعم. وحال الحول على قيمتها وجبت فيها الزكاة حتى ولو لم يقبضها، لأنه يملك القيمة بالعقد. بالعقد. نعم.